قصة لعبة ما تنتهي، ماكو نتيجة والحل تايه. إيه ذيك الأيام ما أنسى ذيك اللحظة بال86 سجلنا الهدف الوحيد بالمكسيك. قصة حلم عشناها سوا، فرحة على وجوه الكل وسماها صدق ومحبة. ذاك زمان وهسه زمان، واحنا ولد اليوم وعيننا على المستقبل. شبابنا هم اللي يعيد الثقة ويرجع ذيك الفرحة. صدق، تحدي، عزيمة وتفاؤل. احنا الأمل ويبقى الحلم عايش.